يقول بقية الباكج تسليك، لا والله كلها فخمة. لكن المثل يقول إثبات الشيء لا ينفي ما عدا ما عدا، يعني لما تقول هذا بطل ورائع لا يعني البقية أقل من البقية، فخمين هذا فخم. كل واحد شوف التعليب بس، شوف التعليب بس. كيف ذا؟ والله هذا العطف، والله العظيم هذا أول نقطة من حق جنسين رجالي ونسائي. والله تخيل 345 ريال قيمة الأربع عطور ضمان ذهبي، أخذوهم في وجه أبو يوسف. والله في وجه، والله في وجه. حلو وبارد وريحته رهيبة إلى أبعد درجة، يعني ما أقدر شلون أوصف والله العظيم. 345 بلاش.